السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة إحنا هنشرح بروسيجر عن الأكسجين ثيرابي. الأكسجين ثيرابي ده عبارة عن أدمنستريشن الأكسجين. إحنا بندخل الأكسجين للعيان از ثيرابيوتيك موديليتي كطريقة علاجية. اللي بيحدد الحاجات بتاعة الأكسجين ثيرابي هو الفيزيشن، سواء الكونسنتريشن أو حتى الفلو لتر اللي هو تركيزه، أو حتى هياخد قد إيه أو كم لتر من الأكسجين في الدقيقة، هو الدكتور اللي بيحدد كل الحاجات دي. طيب إحنا النهاردة إن شاء الله هنشرح 4 بروسيجر عن الأكسجين. ازاي نوصل للعيان اكسجين عن طريق حاجه اسمها النيزر كانولا، ازاي نوصل له اكسجين عن طريق النيزر كاسيتر، وازاي كمان عن طريق الفيس ماسك والاكسجين تنت. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده هي طريقه النيزر كانولا. طيب هنعمل ايه في الاول خالص؟ طبعا بنعمل البريبريشن اللي متعودين عليها، بريبير ماي سيلف، بريبير اكيوبمنت، بريبير انفايرمنت، بريبير البيشنت. طيب هعمل ازاي بريبريشن ماي سيلف؟ هعمل واش الهاند وهعمل تشيك للفيزيشن اوردر ان ده البيشنت اللي انا هعمل له البروسيجر بتاعي. طيب بربير الاكيوبمنت، الاكيوبمنت اللي انا هكون محتاجاها معايا، اول حاجه هكون معايا كلين جلوفز، وهيكون معايا البريسكريبشن ادمنستريشن روت اللي هي الطريقه اللي انا هدي بيها الاكسجين، سواء كانت نيزل كانولا او نيزل كاسيتر، وهيبقى معايا ووتر عشان اعمل بيه لابريكانت للكاسيتر، وكمان لو احتاجت اعمل كلين للفيزيشن للبيشنت اسفه، وهيكون معايا كمان بلاستر او تاب عشان اعمل بيه فيكس للكاسيتر، وهيكون معايا توز بيسز اوف جوز، وهيكون معايا دراي كوتون. طيب هعمل ايه اول حاجه؟ هعمل بريبريشن بعد كده للانفايرمنت. لازم انا اعمل كلين للويندوز والدور علشان كيب البيشنت برايفسي، وكمان هبتدي اعمل كمان بعد كده ويست او رايس للليفل بتاع البيد ات الويست ليفل، وهعمل هنزل او هعمل ريليز للسايد ريل اللي هي فيس تو مين. طيب هعمل ايه كمان؟ هحافظ على الجود لايتنج والجود فنتيليشن عشان دي كان كبريبريشن من الانفايرمنت. هروح بقى عند البيشنت اعمل له ايه؟ اول حاجه هعمل ايدنتيفاي للبيشنت، اعرفه بنفسي واتعرف عليه، وبعد كده هبتدي اعمل اكسيدنتال بروسيجر للبيشنت واعمل له ستريس على ان الاكسجين ثيرابي دي حاجه من الحاجات اللي هتخليه ايزي تو بريز، هيقدر ياخد نفسه بسهوله، لان البيشنت ده ما دام محتاج اكسجين ثيرابي يبقى اكيد هو بيشنت عنده مشكله في التنفس. طيب بعد ما عملت له اكسيدنتال بروسيجر هعمل ايه تاني؟ هبتدي احط البيشنت في الكومفورتبل بوزيشن، سواء الكومفورتبل بوزيشن ده بالنسبه للبيشنت لاينج بوزيشن او سيتنج بوزيشن او حتى سيمي فاولر بوزيشن. طيب بعد ما حطيت البيشنت في البوزيشن هاجي على الاكسجين روت اللي انا هستخدمها، زي مثلا النيزل كانولا. طيب هجيب النيزل كانولا واعمل لها ريموف، وهعمل بريبريشن قبل ما اروح للبيشنت واعمل له كونكت. طب البريبريشن دي عباره عن ايه؟ اول حاجه لازم اعمل تشيك للفلوميتر والسورس اوف اكسجين والهيوميديفاير. هعمل ازاي؟ لو انا عندي الاكسجين سورس كان هنا بالب يعني في الحيطه يبقى انا كده تمام، او بيبقى عندي حاجه اسمها اكسجين سلندر اللي هي انبوبه او اسطوانه الاكسجين. طيب بعمل ايه؟ بجيب الهيوميديفاير دوت وبحط فيه ورم ووتر، سفشنت ورم ووتر يعني تقريبا بيبقى تلت الهيوميديفاير وبيبقى ورم. طب ده بيعمل ايه؟ ده عشان الاكسجين ثيرابي بيسبب شويه دراينس للبيشنت ماوس وثروت، فابتدي يحصل لابريكانت بدل الدراينس. طيب هعمل ايه بقى بعد ما عملت له ادجاست؟ بجيب الروت اوف ادمنستريشن اللي هي النيزل كانولا وبعمل لها كونكت انتو ذا هيوميديفاير، ببتدي اوصلها بالهيوميديفاير، وبعمل ادجستمنت للفلو ريت از ا فيزيشن اوردر، بظبط الفلو ريت على حسب الدكتور اوردر. طيب بعد كده ببتدي اعمل ايه؟ بروح بقى عشان اعمل بريبريشن للبيشنت او عشان اوصل على طول للبيشنت، بلبس كلين جلوفز، وبعد كده بعمل انسبكشن. هعمل انسبكشن لايه؟ بعمل انسبكشن للبيشنت انستيريور عشان اتاكد ان البيشنت نوز تكون كلين وكمان تكون هيلثي. يعني ايه؟ يعني مفيش اي مشكله فيها تمنعني من ان انا اوصل اكسجين ثيرابي. لو بصيت على النوز وحسيت ان هي محتاجه كلين بجيب كوتون وذ ورم ووتر او كوتون وذ ووتر، وبعمل للبيشنت كلين اراوند في اللي هو الانستيريور واراوند او بيهايند النوز تحت النوز كده بعمل كلين، وبعد كده بعمل ديسكارد وبعمل دراي مكان الكلين اللي انا عملته. لو في طبعا اي اكسس سبور ووتر من مكان ما انا عملت الكلين ببتدي اشيل. طيب بعد كده بقى هعمل ايه؟ هبتدي اعمل ادجاست للنيزل كانولا، هوصل النيزل كانولا على البيشنت بعد طبعا ما عملت ادجستمنت للفول لتر بالمينت وعملت اكسبيرينت بروسيجر للبيشنت. عندنا في طريقتين، اولا البرونجز دي او اللي هي التو بلاستيك تيب دول بحطهم في اللور نوستيريال بتاعت البيشنت كده بالشكل ده. طيب في طريقتين عشان اثبت بيهم النيزل كانولا، انا اما بعمل لها ادجاست اراوند البيشنت هيد بس ويز كومفورتابلي، يعني بخلي البيشنت مرتاح ما تكونش مضايقاه، فبعمل الادجستمنت بتاعها على ايه؟ على جنب الهيد بتاعه المريض من ايه؟ من الادجستور اللي بيبقى موجود ورا.
دي طريقة. طيب الطريقة التانية ان انا بعمل ايه، بجيب النيزل كانولا وببتدي احطها around the patient كده بالظبط، around the patient nose او behind the patient nose بالطريقة دي، وبحطها under the chin تحت التشين بتاعت المريض تحت الدقن وكده، وببتدي اعمل لها adjust. بس وانا بعمل adjustment ليها احافظ ان هي ما تبقاش خانقة المريض، او ما بقاش انا قافله. طبعا ده مريض عنده صعوبه في التنفس، ما قفلش على النيك بتاعته او على مكان الترقيه. دي الطريقه الثانيه. طيب بعد ما بعمل الطريقه دي بعمل ايه؟ بجيب تو بيسز اوف جوز، يعني بجيب قطعتين من الجوز، وببتدي احط قطعه اراوند البيشنت ايه، اراوند البيشنت نو اير. طيب بعملها ازاي؟ بجيب كده ايون بحطها، وبحط اللي هي الكاسيتر بتاعتي دي او اسفل نزل كورونا اراوند البيشنت ايه اير، حوالين البيشنت اير من هنا. طيب بعمل ليه كده؟ علشان ما تعملش اي بريجر ألسر اراوند البيشنت ايه نير اير. طيب بعد ما عملت كده باجي على الناحيه الثانيه وبحط كمان بيس اوف جوز، وبعمل بنفس الطريقه، وبحط كمان او بعمل لها سكيور او ادجستر من الادجستر بتاعها من هنا. كده بالنسبه لي انا خلصت البروسيجر، ببتدي اشوف الريسبونس بتاع المريض، وبعمل للمريض باسك المريض كمان ان هو يتنفس من خلال النوز ويعمل كلوزد للماوس. طيب بعد كده بعمل ايه؟ باجي كل او باجي بعد تقريبا حوالي 8 ساعات بعمل تشيك. بعمل تشيك على ايه؟ بتاكد ان النوستيريال دي ما عملش او ما قفلهاش اي ديستشارج. اي ديستشارج بتخرج من النوز ممكن تقفل الايه، النوستيريال او البرونجز بتاعه النيزر كورونا. بتاكد كمان من النوز ان ما حصلش فيها اي بليدنج او اي ايه او اي اي بليدنج، يعني حصل فيها اي بليدنج او اي كومبليكيشن من الاكسجين ثيرابي. طيب بعمل ايه كمان؟ ممكن اشيل البرونجز دي واعمل لها دراي بكوتون، بدراي كوتون، واعمل كلين للنوز بتاعه البيشنت. وبتاكد كمان من الفلو ليتر بير مينيت ان هو لسه زي ما هو، على زي ما عملت له ادجاست ولا حاجه غيرته، او الاكسجين عالي او حصل اي حاجه بتاكد منه. وكده خلصنا ازاي نعمل للبيشنت كونكت النيزل كانولا. تاني طريقه بقى عندنا اسمها النيزل كاسيتر. طيب هي نفس البريبريشن اللي احنا بنعملها في اي بروسيجر بعملها للبيشنت هنا. هاجي من عند اني من النقطه هين، من عند النقطه اللي انا هبتدي اعمل فيها كونكت للكاسيتر. بعملها ازاي؟ هي مش دي الكاسيتر، هي دي حاجه شبهها بس عشان نعرف احنا بنعملها ازاي. بنبتدي نعمل لها اوبن من السيل بتاعها طبعا، وبنعمل حاجه اسمها ميجرمنت. طب بنعمل ميجرمنت على ايه؟ بنيجي من عند التيب اوف ذا نوز ونحط الكاسيتر ونقيس بيها لحد الاير لوب، لحد هنا كده ببتدي اعمل ميجرمنت ليها. طب بعد ما عملت لها ميجرمنت بعمل ايه؟ بجيب بيس اوف تاب، يعني بجيب قطعه تاب صغيره زي فكره بالظبط الانبوبه الحنجريه، او لما باجي ادخل للبيشنت انبوبه التغذيه اللي هي الناس جاستريك تيوب، بثبت مكان مقاس عشان ما دخلش ولا زياده ولا اقل من اللي المفروض يدخل، عشان طبعا الاناتومي بتاع الكاسيتر بيبقى لحد الايه، الحته دي بالظبط. هنقيس تاني، هنعمل اهو من عند التيب اوف ذا نوز لحد الاير لوب، لحد الاير لوب اهو عند الحته دي بالظبط ببتدي احط ابلاي للتاب. طيب بعد ما حطيت التاب بعمل ايه؟ طبعا زي ما اتفقنا في البريبريشن ببقى معاده البيشنت في الكومفورتبل بوزيشن، باجي برضو عند اللور نوستيريال وابتدي اعمل ادمنستريشن للكاسيتر او للنيزل كاسيتر لحد الجزء اللي انا عملت له ميجرمنت اهو. كده انا اتاكدت او دخلت ما قابلتش اي ريزيستنس وانا داخله، وتاكدت ان انا داخله بالاناتومي الصح. بعمل ايه؟ بعمل بريجر افورد عليها كده، وببتدي اعمل لها سكيور مره كمان على الشيك. ليه بعمل سكيور؟ عشان ما يحصل لهاش او ما ايه، ما تشدش من المريض. طيب بعد ما عملت كده بعمل ايه؟ بتشيك او ب او ب ب بتاكد من البوزيشن بتاع الكاسيتر من البيشنت ايه ماوس. ببص على البيشنت ماوس وبتاكد ان الكاسيتر ماشيه في البيشنت ماوس عشان اتاكد ان انا حطها في مكانها الصحيح او في البوزيشن بتاعها الصحيح. طيب بعمل ايه تاني؟ بيبقى معايا تيوب بعمل لها كونكت في الاند اوف ذا كاسيتر، وبعد كده بتروح او بتتعمل لها ادجست على الايه، على الفولوميتر والهيموديفاير. طيب ببص كمان على ايه؟ بتاكد بعدها بساعتين تقريبا من ان البيشنت ابدومن مفيش اي ديستنشن في الابدومن ولا فلوتس. ده انديكيتد على ايه؟ انديكيتد على ان انا عامله بوزيشن للكاسيتر دي غلط، انديكيتد على ان الاكسجين اللي انا مدخلاه بدل ما يخش على اللنج هيروح على الابدومن ويعمل فيها ديستنشن، وكده يبقى في ميستيك في البوزيشن اوف ايه، اوف كاسيتر. ما لقيتش اي حاجه من الحاجات دي بقى معناها ان انا حاطه الكاسيتر في البوزيشن الصح. باجي بعد كده بعمل تشيك على البيشنت ستيريال وتشيك على الفولو لتر بير مينيت، وبتاكد ان هما في الكوريكت. وكده نبقى خلصنا النيزل كانولا والنيزل كاسيتر.